نعم الشيخ تفضل. الشيخ أحمد رحمه الله، رحمه الله. نعم ونفر عليه. معي أصبح كأنه يناجيني بهذه المسائل العقدية أحيانا. نعم. مثلا في أوائل ملازمتي له ما كنا ما أتحدث معه في هذا، ولا يدور الحديث في هذه المسائل العقدية. نعم. لأن للشيخ أطوارا في المدينة. نعم. لكنه في الطور الأخير أخيرا كان يسألني، يقول لي يا عبد الرحمن ماذا يقولون في هذا؟ في مسألة عقدية مثلا كالتفويض مثلا. نعم. باب المثال جرى بيننا من الكلام في هذا، فقال ماذا يقولون في التفويض؟ هو دائما الشيخ يأتيك بألفاظ مجملة، التفويض، الجهة، كذا. نعم. كل حال جاء بمثل هذا، فقلت التفويض يكون في الكيف لا في المعنى، في أسماء الله وصفاته. نعم. الكيفية الاتصاف الله بهذه الصفات وما أشبه ذلك ما يمكن أن نعرفه، لكن المعنى من هذه الصفة هذا نعرفه عن طريق اللغة، لكن نثبت حقيقة معنى هذه اللفظة، لكن ما نكيف مثلا، لأن ما نستطيع. هذا المخ ما أقول ما لا يمكن، لا يمكن أن ندرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكيف نتكيف؟ فكيف نكيف؟ التكييف ينبني على الإدراك. إذا كنت لا تدرك تكيف؟ لا تكيف. نعم. أنا أقول له هذا. نعم. فيقول لا، المعروف عندنا عندهم في العقيدة الأشعرية التفويض في الكيفية والمعنى. نعم. فأنا قلت لا، لا ليس هكذا التفويض لأهل السنة والجماعة. فكان هذا يدور بيننا، ولذلك شيء خضع لي خضوعا الله أقول الحمد لله، لكن أنا حاولت معه أن يعتنق عقيدة أهل السنة واستطاع. ففي هذا في مسألة التفويض أنا قلت له التفويض هو هذا، إذا أردت أنك سألتني ماذا يقولون فيه، فإذا أردت أن تقف على قولهم فيه أتيتك بكتاب حتى تقف عليه. نعم. فقال نعم. فلما قال نعم فرحت جدا، لأني أعرف أن هذه الكتب لأهل السنة ما يوجد عندهم ككتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من هؤلاء المتقدمين، ابن جرير الطبري وما شابه، لا ما يوجد عندهم. شفت. فعمدت إلى مجموع الفتاوى لعله الجزء العاشر، حيث فيه كلام، حيث يوجد كلام الشيخ الإسلام على التفويض. فجئت إليه بمجموع الفتاوى، طالما دخلت عليه كان هو حساس، لكن بالنسبة لي عنده أمان بيني وبين أصبح يؤمن هكذا. نعم. يأنس بكم. أيوة. فقال لي لما جيت بالكتاب، قبل أن أفتح له الكتاب قال لي لمن هذا الكتاب؟ فقلت الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلما قلت هذا ما رد، فعطيته له بعدما فتحت له الصفحة، فأخذ الكتاب، وأخذه لهذا الكتاب حلم عندي. يا سلام يا سلام. هو الواقع ما عنده هذا الكتاب. رأيت. فقرأ كلام ابن تيمية يمكن صفحتين، وأنا والله الله يشهد كنت فرحان جدا. قلت هذا هو ما يفعل هذا. فقرأ إلى نهاية كلام الشيخ الإسلام في التفويض. ثم أيوة. ثم أطبقه وأعطاني وهز رأسه كذا. أيوه. أنا ما فسرت لماذا هز رأسه، قلت الحمد لله قرأت. نعم نعم. خطوة. أيوه خطوة. لعلك زعزعت العقيدة التي كان عليها. هو في الحقيقة خضع لي أخيرا. نعم. فهكذا، لأنه ما يريد مثل هذه الكتب، شو أخذ مني وقرأ. سبحان الله. حتى أضواء البيان قال لي يوما، قال لي يوما كانت عندي بمناسبة تأتي مثلها. مثل هذا ياتي مثل هذا الكلام، فقال كانت عندي اجزاء من اضواء البيان فوزعتها كلها. الله المستعان. فقلت لماذا وزعتها؟ فقال لان الشيخ الامين يكفر الاشاعره. فقلت كلا، الشيخ الامين ما يكفر، التكفير ليس بالعين، يكفر الاشاعره. فلما قلت له هذا كانه انتبه، فقال لي اذا هو
يقولهم ضلال. نعم ضالون. فقلت نعم الضلال أعم لكم. يمكن أقول هذا أما التكفير فلا. فرجع والله. شوف هكذا كم من مواقف حصلت له مثل هذه، حصلت مني له مثل هذه المناقشة، وبعد ذلك يترك يسد مواكب. فهو لأنه لا يريد الكتب هذه، ما يريد كتب هذه السنة كذا. فيوما قال لي يا عبد الرحمن كيف طلبة العلم هنا؟ قلت ماذا فيه؟ قال بعضهم جاني قال لي أريد أن أقرأ عليك في العربية. فقلت تعال. فهو لما بدأ يوم يومين بعد يوم يومين أو ثلاث جاءني بكتاب وقال هدية لك. شوف طريقة الطلاب أيضا. أيوة كتاب هدية. فهو سأله الشيخ قال ما اسم هذا الكتاب؟ فقال له الطالب العلو للعلي الغفار. نعم. فلما قال له اسم الكتاب قال لا ما أبغى. شفت ما الطلبة الطريقة. شوف نعم. وأقل شيء خلي يحبك يا شيخ، خلي يحبك ويستأنس فيك تستجده. أيوه. ها وإن كان على الأقل الشهر هذه حاول أن تستجده لتنفعه أو كذا. صحيح. رأيت. الحمد لله. هذه أخبار للشيخ أحمد رحمه الله. شوف الثانية.